لكن المسألة أن الجن تعاملوا مع القرآن بصورة أزكى بزاي وأفضل وأرشد من تعامل المسلمين مع القرآن. قال ربنا عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ألا ترى أن كلمة استمعوا وأنصتوا نفس الكلمات التي أتت في قصة الجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فلما حضروه قالوا إيه؟ أنصتوا. نفس الأفعال بالضبط. إذا قرئ القرآن فاستمعوا، يستمعون القرآن. فلما حضروه قالوا أنصتوا. إذن هذه المعاني المطلوبة أن تدقق عند القرآن، أن تتفهم معاني القرآن، أن تتدبر ما تسمع من القرآن.